كبيرة لكم وخالصة لكم. لقائنا متواصل وغمشي مباشرة ونرحبوا بالأستاذ محمد أحلمي أخصائي في التغذية. صباح صحة والسلامة أستاذ ومرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إذن نعود نتواصلوا بطبيعة الحال مع الأستاذ محمد أحلمي، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع ولقائنا متواصل وإياكم حتى ال 11. اليوم مع الأستاذ محمد أحلمي غنتكلموا على علاقة الدهون مع زيادة الوزن. ألوغ بزاف ديال الناس مي كان في اللغة العامية ديالنا فاش كيبغي بنادم يضعف تنقولوا له نقص من اللي دام نقص من السكريات. هاد المسألة هادي واش عندها سند غذائي ولا لا؟ ربما هذا هو السؤال اللي غيجاوبنا عليه اليوم الأستاذ محمد أحلمي. أستاذ محمد أحلمي صباح الخير. تحية ليك أختي سكينة، تحية لفريق العمل وتحية للمستمعين الكرام وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. أحوال طيبة على خير. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. إذا أستاذ ربما كلنا كنربطوا زيادة الوزن بالدهون والسكريات، معادلة صحيحة ولا غير صحيحة؟ بزاف ديال الناس نعم تيقول لك إلا بغيت نضعف خصني نقص من الليدام، نقص من السكريات، نحيد الدهون المشبعة. كاين بعض الناس اللي يحبسوا حتى الدهون الطبيعية، تيقول لك لا مابقاش ناخذ انا كاع هاد الليدام هذا باش ما يكونش عندي هذا المشكل. في الوقيته اللي كتقدر احيانا تكون بعض الانعكاسات على المرارة ديال الانسان على الجهاز الهضمي ديالو ككل، ما كيدخل في هذا السياق القاسي من 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 الحميات او من الرجيمات. نعم فعلا اختي سكينة، فان شاء الله احنا اليوم فاستمرار حلقات الحديث عن ما سميناش احنا الوزن بقدر ما سميناه سلوك الخلية الدهنية، وهضرنا يعني بالتفصيل على العديد من النقاط. اليوم ان شاء الله حلقتنا غتكون على علاقة الدهون بالوزن، يعني واش الدهون كتزيد الوزن فعلا، نفس السؤال اللي طرحتي اختي سكينة في الاول، واش الدهون كتزيد الوزن، واش السكريات كتزيد الوزن. هذا السؤال يلاه ولا كيتطرح، ومزيان من ولا كيتطرح، لان المتهم الاول من وراء الزياده في الوزن هي الحلويات والسكريات والمخبوزات والمعجنات وهذه الامور هذه كامله، بالاضافه الى العديد من الامور من بعد غنهضر عليها. غير فيما يخص الزياده في الوزن بالنسبه للمستمعين خصنا نكونوا عارفين واحد المساله اساسيه. انت عندك زياده الوزن في الخلايا الدهنيه، وواحد كذلك عنده زيادة الوزن في الخلايا الدهنية والآخر كذلك، يجب أن نعرف أن الأسباب ماشي نفسها. نعم هي خلية دهنية لكن من حيث السلوك ماشي نفسها. نعطي مثال، نعطي جوج أمثلة باش يفهموا المسلمين. كاين إنسان اللي فعلا فعلا هو كياخذ حلويات، كياخذ بزاف الأمور اللي هي كتزيد له في الوزن. ما كاينين الناس اللي الزيادة في الوزن عندهم راجعة الكم ديال السموم اللي كياخذ. ملي كنقول السموم، السم راه ماشي فقط اللي غيوصلك المستعجلات لا قدر الله، لا، السم هو واحد الماده اللي الجسم ما كيعرفهاش، متعبه للجسم وغالبا كتبقى في الجسم ما كتخرجش. فشنو كيدير الجسم مثلا؟ الا كنتي كتاخذ مواد مصنعه، مواد مصنعه شنو فيها؟ فيها العديد من المضافات ما كيعرفهاش الجسم، العديد من المكملات ما كيعرفهاش الجسم، العديد من المحفزات من الملونات من مدعمات المذاق كيتسموا لي زيكزوستور دو غو، ما كيعرفهاش الجسم. اش كيدير الجسم؟ كتبقى كدور في الدوره الدمويه، كتمشي للكبد، كدوز عبر الامعاء، كتمشي بالفين بورت، كتمشي للكبد. الكبد كيحاول يدير لها المعالجه، كيعرف اما كيكون عنده نقص معادن ولا نقص فيتامينات ونقص غليتاتيون ونقص اس او دي سوبر اوكسيد ديسميتاز 1 2 3، يعني كاين مشكل. اش كيوقع لهاد السموم؟ ما يقدرش الجسم يخليها ليبر في الدم. علاش؟ راه تمشي للدماغ، تمشي للكلي، تمشي للاعضاء كامله. انا بالنسبه لي جميع الاعضاء هي حيويه، ما كاينش حاجه سميتها اعضاء حيويه. الجسم كامل حياه، كامل فيه اعضاء حيويه. الظفر، الظفر، الظفر هو عضو حيوي، الشعر هو عضو حيوي، واخا. فشنو كيدير الجسم؟ كيخرج واحد استراتيجيه اللي هي استراتيجيه رائعه، وهي انه كيحاول يدير واحد كنسميها انايا السيزن الفيزيولوجي ديال السموم. كيحاول يشد هذاك السموم ويحيط بها ويخليها بحال الا مسجونه في واحد يعني واحد لافوا فيزيولوجيك، واحد الطريقه فيزيولوجيك. شنو هو هذا السجن ديال السموم؟ هو الخليه الدهنيه. هذاك الشيء علاش كنلقاو باللي الدهون
كتكون حاملة للسموم بكثرة. وبالتالي كاين الناس اللي زايد لهم يعني الوزن بسبب استهلاكهم للعديد من المواد اللي بعيدة كل البعد عن ما هو غذائي. يعني ملي كنقول انا واحد المادة سامة وقلت انا ماشي ضروري توصلني للمستعجلات، واحد المادة سامة الجسم ما قدرش، ماشي ما كيعرفش، لا ما قدرش يتعامل معها الجسم، ما قدرش يعني اللي كتسمى لا كونجوغيزون، لا كونجوغيزون ديال الكبد، وبالتالي كيوليو مشاكل اللي هي كثيره بزاف. فيما يخص العناصر الغذائيه اللي كاينه في الطبيعه وهضرت عليها انا، كاين عناصر طاقيه بروتينات دهنيه السكريات، كاين عناصر غير طاقيه اللي هي الاملاح المعدنيه، الفيتامينات، مضادات الاكسده، يعني الكونزيم كي 10، هذوما كاملين هي عناصر غير طاقيه كتحتاجها في الحيويه، والجسم كيحتاج اكثر من العناصر الطاقيه. ناس اعتقدوا ومشات جرت العاده انك ملي كتاكل ليدام، كتاكل الدهون، كتاكل يعني اشياء يعني من اصل يعني دهني، فهي غتزيد لك الدهون. هذا المعتقد هذا في العامية ديالنا خطأ، وتف الجانب العلمي خطأ. علاش؟ لأن خصنا نعرفوا بلي جميع العناصر تتحول إلى دهون، جميع العناصر الغذائية طاقية تتحول إلى دهون في حالة ما إذا كان جسم عنده يعني كما كنقولوا حنايا إشارات التخزين. كنا هضرنا على الحلقة الأولى، هضرنا على معدل الحرق، وقلنا باللي الجسم عندك جوج احتمالات، اما انك دير يعني يكون عندك جسم ودير تطبق قواعد وقوانين فيزيولوجيه واللي الجسم عنده قابليه الحرق، او لا تنسى راسك واللي الجسم عنده قابليه التخزين. لاحظوا اننا احنا ما مشيناش عالجنا الموضوع ديال الزياده في الوزن، اننا نهضروا على اننا نخسروا الوزن والخساره ديال الوزن، انا هضرت وقلت انا ما كاينش حاجه سميتها خساره، مي تقول لي خساره الوزن راه الخساره حتى شي واحد ما يقبلها. فاحنا كنعالجوا مواضيع قويه، مي غنجمعوا هذه المعلومات غنلقاو راسنا شنو خاصنا نديروا فيما يخص مساله انقاص الوزن. علاش هذا الشيء كنهضروا عليه في هذه الظرفيه؟ لاننا مقبلين على عيد الاضحى. انت انسان ما عندكش مشاكل كثيره في الكلى، ما عندكش هذه، علاش ما تستمتعش بعيد الاضحى؟ شنو المشكل؟ واخا فالدهون كنا هضرنا ودرنا حلقه خاصه على الدهون، قلنا بلي الدهون مي كنقولوا دهون باقي ما قلنا حتى شي حاجه. علاش؟ دماغك دهون، لابو ديالك، حنا هنا كنقولوا عندي الجلد دهني، الا ما عندكش الدهون باش غتحمي لابو ديالك؟ واخا الاعضاء كلها محيطه دهون، الاحشاء واللي هي دهون كتحميها وكتعطي الجسم الدفء وكتعطي الجسم الحراره في الشتاء والدفء والبروده، كتحافظ على لا بغينا نقولوا داك لا تيرموجينيز ديال الجسم ديالنا. وبالتالي الدهون ما خصناش نهاجموها بهذه الطريقه هذه. السؤال المطروح هو شمن دهون اللي كتزيد في الوزن؟ لان الوزن قبل ما يتزاد كاينه معاناه لداخل الجسم، خدا اشاره انه يخزن. وبالتالي الناس اللي كيمشيو للحميات القاسيه او للزنزانات الغذائيه، الزنزانه الغذائيه شنو معناتها؟ كتحبس راسك في واحد الريجيم سموه لك الجوع المتقطع، او لحميه الكيتو، او لحميه لو ريجيم سيتوجين، اي عقلوا عليها. انت جسمك بغيتي تنقص الوزن، ما تفكرش تنقص الوزن، فكر في الصحه. ما بغيتي تنقص الوزن شنو خاصك؟ خاصك تستهدف الخليه الدهنيه. باش نستهدفوا الخليه الدهنيه خاص الجسم ما يكونش فيه اشارات التخزين، يكون فيه اشارات الحرق. باش الجسم ما يكونش فيه اشاره التخزين يكون فيه اشاره الحرق، خصو يكون ما عندكش الانسولين كيطلع وكيهبط، ما عندكش هرمونات ديال الكورتيزول كيطلعوا. فشنو كدير انت؟ كتمشي كتقول انا غندير واحد الريجيم باش نقص في الوزن. شنو كيدير الانسان؟ اما ما كياكلش، واما كياكل وينقص من الكميه، واما كياكل وما كينقصش من الكميه وكينقص من النوعيه وكيقول نحيد ليدام. ومي كيحيد ليدام الجسم كيولي عنده واحد الشراهه، والجسم مي كيولي عنده الشراهه ما كيبقاش يقبل لك حتى بليدام، كيولي كيبغي هذاك الشيء حلو. هنا شنو وقع؟ اي نظام غذائي في انقاص الوزن كيحطك تحت واحد لو ستريس ويبعد عليك المتعه، كن متاكد ما غتخرجش به منه بنتيجه. ومي كنقول النتيجه فوت لي 7 شهور، ما تهضرليش على شهرين 3 شهور،
داك الفرحه ديال شهرين ثلاث شهور بحال داك سبع ايام ديال الباكور هكا. عاوتاني مع الباكور كنقولوا سبع ايام، والفرحه ديال الوزن كنقولوا شهرين ثلاث شهور. علاش؟ لان كتكون ما كتقيش الدهون، كتكون كتحيد الماء، كتحيد الجليكوجين لا ريتونسيون ادريك، فمن مورا سبع شهور وما يعاودش يرجع لك الوزن وترجع تاكل عادي، ديك الساعه كنقول لك وي فيليسيتاسيون فوزيت في لا بون فوا. اما الناس اللي مشاو وفرحوا داك الشهر الاول الشهر الثاني، راه ممكن هي ما تاكلش دابا، عندك ما تاكلش عاد 3 ايام غتنقص 10 كيلو. لكن السؤال مطروح باي ثمن؟ حنا ماشي الهدف ما ناكلوش، حنا هذاك ليفور وهذاك المجهود اللي كديروا نتا ونديروا الناس من اجل انك تزاد. لان شوف مع الحرمان باش نكونوا واقعيين، مع الحرمان لا موتيفاسيون كتذوب والحماس والعزيمه كتذوب، والناس اللي كيتصنتوا لنا دابا راه عارفين والدليل راه عندهم في جسمهم. كاين الناس اللي كيتصنتوا لنا دابا الدليل عنده في حياته في جسمه، هو انه كان فيه 100 دار شي حميات رجع 80 دابا راه فيه 120. انا كنعطيك لا فوا ميتابوليك جسمك شنو فيه، هذه قواعد. هادو ما هادشي اللي كنعطي انا قواعد، واحد زائد واحد كيساوي جوج. وبالتالي اي نظام غذائي كيحرمك ما غاديش تلقى فيه نتيجه، مي كنقول النتيجه الون تيرم يعني سبع شهور الفوق. خا فشنو كيديروا الناس؟ كيمشيو كيحيدوا ليدام، مي كيحيد ليدام جسم كيصبر معاك، يقولوا بلاتي يشوفوا راه عندي وزن انا زايد ما بقاش ناكل ليدام، حيد زيت الزيتون، حيد البيض البلدي، حيد اللحوم، وشنو غتاكل؟ حيد الاشياء اللي فيها ليدام كامل. اول حاجه كتوقع شنو هي؟ هي المراره كتدخل في راحه، يعني من بعد 15 يوم غدير لك حجره في المراره اول حاجه، لا ما تحركاتش ما تحركاتش الاولى. ثانيا شنو كيوقع؟ من بعد 20 يوم 21 يوم الجسم كيوقف وكيقول اه شي حاجه سافا با، شي حاجه ماشي هي هذيك. اش كيدير لك؟ كيهبط لك من لو ميتابوليزم دو باز، وبويسك ما بقيتيش كتاخذ الدهون دماغنا كيعشق الى دوغ شي حاجه سميتها ليدام، كيشبع من ليدام، يسمنه ويغني من جوع. اش كيدير؟ كيدخل في ديبرسيون. لاحظوا الناس من مورا فكاش كنقص الوزن، مورا كتبدا العلامات ديال الاكتئاب، اكتئاب الحميات هذا سميتو، اكتئاب راجع لك الحميه اللي مشيتي عليها. قالوا لك خذ صوبه في النهار، قالوا لك غير ما تاكلش حتى الربعه د العشيه، سميتو الجوع المتقطع ولا الصيام المتقطع. شنو كيوقع؟ الانسان كيدخل في اكتئابات، من مورا الاكتئاب كيبداو المشاكل. لانك علاش كنقول انا اي حميه قاسيه اي حميه؟ لان بالنسبه لي انا اي حميه قاسيه الا التوازن الغذائي، حيت كاينه حميه واحده عند الانسان هي التوازن الغذائي. خا التوازن الغذائي حنايا كنأقلمو حسب الحاله ديال الانسان. التوازن الغذائي في سويسرا ماشي هو التوازن الغذائي في المغرب، ماشي هو التوازن الغذائي في اثيوبيا، ماشي هو التوازن الغذائي في كندا، راه ماشي نفس التوازن، ماشي نفس الانسان. وتصور ان الانسان تزاد من نهار تزاد حتى لدابا جمع البشر كامل، تصور البصمه ديال اليد شي ما كيشبهلش هكاك. عاوتاني لومبرين فيزيولوجيك، انت في المغرب، المغرب عندك لا جيو سونسيبيليتي، ولا كنتي في الشمال ماشي هو في الجنوب، ما فيش هو الشرق ماشي هو في الغرب. ونجيو بهذه البساطه ونعطيو النظام الغذائي ديال الانسان، كاينش ما يمكنش مستحيل. كل واحد عنده قياسه، كل واحد شنو كيلبس، كل واحد ولا طاي ديالو، في الملابس ديالك كذلك في التغذيه ديالك. وبالتالي عفاكم توحيد المعلومات ما عطانا حتى شي نتيجه، والدليل احنا دليل ناس البرامج التلفزيونيه اللي جابت هذوك ناس اللي كينقصوا في الوزن، كلهم رجعوا في الوزن، كلهم 100% اكتئابات. وبالتالي عفاكم كفانا من اننا نجري وراء بعض الناس اللي كيشوفونا جارين وراهم وكيسترزقوا على 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 العديد من الامور العلميه اللي لا تجدي نفعا، والدليل قدامنا. فهذا الشيء علاش الدهون الا بغيتي تنقص الوزن خصك تشبع، صافي هذه عقل عليها. ما تدخلش جسمك فوقاش خصك تجوع، مي تكون صايم الصيام ديال سيدي ربي، الصيام ديال الدين الاسلامي ديالنا، الصيام ديال الاثنين والخميس والايام البيض. عرفتوا؟ تخيلوا كتسمعوا الجوع المتقطع او الصيام المتقطع وحميه الكيتو، انا نعطيكم وسيله رائعه تجمعوهم بجوج، حميه اللي تجمع فيها الصيام المتقطع بين قوسين وحميه الكيتو. هي شنو؟
الاثنين والخميس الايام البيض 13 14 15 الشهر العربي والاثنين والخميس كتكون كدير الصيام المتقطع وكتكون كدير حميه الكيتو. الصيام علاش لان راه صيام حميه الكيتو لان دماغك ما كيبقاش خدام بالجلوكوز كيولي خدام بالكورسيتونيك لان احنا خلينا الاصل ومشينا للفرع. شنو هو الفرع؟ حميه الكيتو. شنو هو الاصل؟ هو الصيام. علاش؟ لان حميه الكيتو منين جات الدماغ ديالنا الجسم ديالنا وسيرتو الدماغ كيولي كيخدم على لي كورسيتونيك على الاجسام الكيتونيه وفوقاش الجسم كيخدم على الاجسام الكيتونيه مي كيسالي مع السكر ديال الدم ويسالي مع السكر ديال الجليكوجين من وراء ثلاثه د العشيه كيبدا يخدم على لي كورسيتونيك. بهذه البساطه هذه كتكونوا كتجمعوهم بجوج. فالدهون اي واحد بغى ينقص الوزن خذ الدهون واختار الدهون ديالك اللي بغيتي تاخذ. علاش؟ باش ما ندخلش جسمنا في سكون ابل حنا لان ملي كتمشي لهاد الحميات هاد الزنزانات الفيزيولوجيه كتحصر والانسان بطبعه انسان بطبعه رشد قطيط صغير قطيط في الطبيعه هو كيلعب معك حطوا شي بيت سد عليه عاد تفوت ثلاثة دقائق غيثور عليك غيثور. علاش؟ ما كيبغيش تقيد لاسباس كيبغي هو تكون هكا عاوتاني تانتا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير جناحي إلا أمم أمثالكم. هكا حتى حنايا حنا ما كنبغيوش داك القيود كنبغيوش داك كنبغيو الحرية الغذائية لكن الحرية عندها قواعد. أنت مثلا دابا حنا في المغرب عندنا حرية ولكن عندك دستور خصك تطبقو عندك حقوق وواجبات. هكا عاوتاني الحرية نعم ولكن عندها قيود للصالح ديالك أنتيا. كما كنحطوا الإنسان في واحد الحمية لي بالانواع ديالها بالانواع دابا راه وصلنا ل 720 حميه اللي دازت عبر التاريخ. لا كل اللي جا كيسمي داكشي اللي بغا واخا ما كنكونوش دارسين حتى اللغه العربيه وكنترجموها بشي امور لا حول ولا قوه الا بالله. فشنو كنديروا؟ كتدخل الانسان في واحد الحميه قاسيه. انا قلت انا من غير التوازن الغذائي جميع الحميات هي قاسيه. علاش قاسيه؟ لانك كتحطك في الحرمان وملي كتحط في الحرمان الجسم مثلا انت بغيتي تنقص الوزن لكم انا يعني فيزيولوجيا شنو غيوقع؟ بغيتي تنقص الوزن شنو كدير؟ كتنقص الخبز او لا كتحيد الخبز؟ هذا الخطا الاول. علاش؟ حياتك كامله وانت كتاكل الخبز حيدتي الخبز الجسم غيصبر معك واحد السيمانه من موراش غيدير غيدير ان ستريس فيزيولوجيك. كذلك كتاخذ الدهون كتشوف انسان كياخذ الدهون كتشوف خوك كياخذ الدهون كتشوف وليداتك كياخذوا الدهون انت ما واخدهاش شنو وقع لك؟ ستريس فيزيولوجيك. هاد لو ستريس فيزيولوجيك كيترجم على شكل ارتفاع الكورتيزول. ارتفاع الكورتيزول كيخلي لك الانسولين طالع. الانسولين طالع شنو معناته؟ كاينه طاقه في الجسم مستحيل الجسم يمشي يحرق الخليه الدهنيه والانسولين كاين حيت منطقيا شنو معنات كاينه الانسولين؟ يعني كاينه الطاقه يعني كاينه الجلوكوز هو الجسم عنده الجلوكوز وغادي يمشي يحرق الدهون ما يمكنش. فشنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نعطيو التوازن الغذائي. فانت مثلا بغيتي تنقص الوزن وبغيتي تحافظ على الوزن ديالك وتحافظ على الرشاقه ديالك ومي تبغي تنقص الوزن فيزيو الصحه فالدهون علاش نحيد انا زيت الزيتون؟ نعرف الكميه اللي غناخذ زيت الزيتون فوقاش غناخذ زيت الزيتون كيفاش غناخذ زيت الزيتون علاش نحيد انا البيض البلدي خصني نعرف انايا شمن بيض ناخذ كيفاش الطريقه ناخذو فوقاش ناخذو وشحال ناخذو علاش نحيد انا زيت ارغان حنا زيت ارغان يا نحيدوها يا نشربوها كما سمعنا في العديد من الحلقات الناس كيشربوا زيت الزيتون هاد زيت الزيتون يا نحيدوها في الحميات القاسيه يا نشربوها في الوصفات ما هي مصلحه نحيدوها مصلحه نشربوها. هكا عاوتاني اللحوم درنا حلقه على اللحوم اللحوم اللي دارت ضجه. اتعرفون ان اللحوم غذاء يصنع السعاده عند الانسان غذاء يعطي الغبطه غذاء يصنع السعاده عند لكن شمن اللحم اللحم ديال واحد الخروف اللي هو واخا ناقص احنا كنقلبوا على الجوهر وانا كنقولها في العيد قلبوا على الجوهر جاي العيد كبير قلبوا على الجوهر خروف لي عارف انا مولاه عارف الراعي ديالو كيخرج العام كامل وهو كيسرح كياخذ الربيع سعيد كيجري ما مربوطش من رجلو ما مساديش عليه في الكوري ما طافينش عليه الضو واش غيكون بحال خروف لي العام كامل هو ما شايفش الضو مستحيل
واخا فهنا كنسميهم لي ميكرو ايرين، من بعد ان شاء الله غنهضروا عليهم. هادشي كامل كيدير الفرق، لا من حيث الجوده ديال اللحم ولا من حيث المذاق ديال اللحم، كنا هضرنا على لا كاليتي اورغانوليبتيك ديال اللحم، هادشي كامل هذا كيدير. اذا مي نقولوا لحم راه ما قلنا حتى شي حاجه، ناهيك على اللحوم البيضاء والحمراء، ما كاينش لحوم بيضاء فوق الارض، هذه الناس خصهم يكونوا عارفينها، ما كاينش حاجه سميتها لحوم بيضاء فوق الارض، كاينه لحوم بيضاء في البحر لي باتراسيان، وكاينين اللحوم الحمراء هي اللي عندها الميوغلوبين، كتمشي تشري في الروج بلدي كتلقى الخيط ديالو احمر، علاش؟ لان فيه الميوغلوبين. هادشي علاش انت بغيتي تنقص الوزن لا داعي انك تحيد زيت الزيتون، عرفها كيفاش كتستهلك، لا داعي انك تحيد البيض البلدي، عرف شمن بيض وكيفاش تاخده وفوقاش تاخده وشحال تاخده، كذلك اللحوم كذلك الشحوم. ناس انا عندي شخصيا والله الا كيستمتعوا، ناس ما عندهمش مشاكل صحيه مي عندهم اوزان زايده، ناس كيستمتعوا في الماده الدهنيه، في الماده الدهنيه مي بالقواعد ديالها وبالطرق الصحيحه ديالها. الموضوع اللي خصنا نسلطوا على الاشتياق ديالنا في المساله ديال الوزن هي الحلويات. كاين الناس يمشيو يحيدوا اللحوم وباقي كياخذ لك محلي، باقي كياخذ حلويات. الحلويات تتحول الى دهون، الخبز الابيض يتحول الى دهون، الخبز بالخميره البلديه تتحول الى دهون، الكميات الزائده ديال 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 يعني الخبز الزائد، المواد المصنعه، الحلويات، هادو كلهم تتحول الى دهون، وبالتالي هادشي اللي خصنا نركزوا عليه. اذا نتايا بغيتي تقاد الصحه ديالك، بغيتي تهتم بالصحه ديالك، من دواعي هادشي هدايا اننا نديروه. والوزن ديالنا انا عطيتكم قاعده ذهبيه، الوزن ديالنا ما تفيزيش انك تنقص الوزن، فيزي الصحه. والوزن يعني من البديهيات انك انت كتكون كتهتم بالصحه ديالك ما يعني ينقص الوزن. هضرنا على النشاط البدني، قلنا النشاط البدني ما كينقص الوزن بشكل مباشر، كيرفع معدل الحرق. هضرنا على الصيام، النوم الجيد، نوعية الدهون، ماشي الدهون بصفة عامة. إذا أنت لو كنت كباغي تنقص الوزن خليك دائما محافظ على المتعة ديال التغذية، والمتعة ديال الغذاء مستحيل تكون بإنقاص كمية الخبز، مستحيل تكون بإنقاص الدهون. كمية الخبز هنا هضرنا عليها البارح، اوليو باش نقص انا الكميه ندير خبز وخميره بلديه وبحبه حلاوه ونافع والزنجله، هذوك اصلا فيهم دهون اصلا غاتيتا. حنا المغاربه كنقولوا كياخذ الخبز حرفي، مي هو راه ماشي حرفي، راه فيه حبه حلاوه، النافع، الزنجله، الحبه السوداء، هذو كاملين كيعطيوك لا ساسيتي. والناس راه هضرنا عليها البارح، كميه صغيره ديال الخبز ديال الدار راه كتاخذ غير كميه صغيره لان فيها الكثافه كتشبعك. ها اللي خصنا نردوا له البال، ماشي 30 غرام في ديال الخبز، التفاحه كتعطيك 40 كيلو كالوري، البنانه كتعطيك 90 كيلو كالوري. ندخل انايا الكوزينه نبدا نعبر السعرات الحراريه، واش كتعرفوا السعرات الحراريه ديال الدهون؟ ماشي هي السعرات الحراريه، والسعرات الحراريه ديال الدهون زيت الزيتون ماشي هي السعرات الحراريه ديال الدهون ديال زيت ارغان. احنا هذه الدقه هذه احنا غادي مع المستمعين كل مره كنوضحوا بعض الامور، كنوصلوا لواحد المستوى عاد كنبداو نهضروا. ما كاين بعض المواضيع اللي في الجانب العلمي اللي يجب التخلي عليها، لان بعض الامور كنقولوها غير منطقيه تماما. وبالتالي نظامك الغذائي، التوازن الغذائي، متعه الاكل، متعه 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 الاكل، متعه، ماشي ان نقص الوزن انا نحرم راسي من المتعه. عرف راسك باللي الا حرمتي راسك غيجيك ستريس فيزيولوجيك، ما غاتنقصش الوزن. متعة الأكل، متعة أكل الدهون، لكن شمن دهون وكيفاش دهون، هذه راه درنا حلقة على الدهون باش هكا نخرجوا دهون براءة هذه المسألة ديال ما تقولش نعم مي كتاخذ دهون ولو تكون جيدة إلا خديتي كمية كبيرة. أنا قلت لكم البيض البلدي فوقاش، كيفاش، شحال، والطريقة، زيت الزيتون، شمن زيت الزيتون، الطريقة، كيفاش نستعملوه، الكمية، هادو هما الأسس. أما حيد ليدام، حيد زيت الزيتون، حيد البيض البلدي، حيد الشحوم، حيد اللحوم، هادشي كامل كيخلينا الانسان كيعيش اكتئاب، ولا دخلنا الانسان في هاد الدوامه كنكونوا خسرنا هاد السيد هذا فيما يخص ثقته في الغذاء. ما احنا الريجيمات دابا فقدت الثقه في الغذاء. الناس دابا تصور اختي سكينه، كاين انسان دابا كيشوف الاكل كاره ياكل، بالنسبه لي هذا خساره في العلاقه بين الانسان والاكل ديالو. خصنا نربحوا العلاقه بين الانسان والاكل ديالو، تبقى علاقه حب، ما توليش علاقه غيق باش نقضي، ما توليش علاقه كراهيه، وما توليش علاقه تحسس، خصها تبقى علاقه حب. اذا اون دوا غاردي هذاك
لو بليزير في الماكله ديالنا باش نقدروا اننا نوصلوا للصحه ديالنا. والناس اللي عندهم الوزن زايد واختاروا الدهون ديالهم فغنقول لهم بون ابيتي، حافظوا على المتعه ديال التغذيه ديالكم، لان حق هنا كمختصين في التغذيه واجب علينا اننا نضمنوا لكم هذا الحق هذايا، ان يكون حق فيزيولوجي انك تتمتع بالاكل. لماذا؟ نقول كل المخلوقات كتتمتع بالاكل، علاش انا نحرم انا واحد من الاكل كيتمتع بالدهون؟ علاش نحرم واحد طريف ديال الحيمه فيه الشحيمه ياخذها الانسان؟ هذه متعه ما بعدها متعه، واش نكذبوا على الله؟ هادو متعه، متعه رائعه. علاش ملي كيجي عندك الضيف كتعطيه اللحم؟ علاش؟ لانك كتهلا فيه. مي هذه المتعه دائما، المتعه خصها قيود، ولا تحترموا القيود كتستمتع بالمتعه ديالك في حد ذاتها كتستمتع بها. مرحبا. مشكور أستاذي بطبيعة الحال، إحنا لقائنا مازال متواصل، لا سمحتي أن توقفوا مع فاصل ونرجعوا نستقبلوا أسئلتكم مستمعينا، خليكم معنا.